حول انطلاق قافلة شاملة لمؤسسة حياة كريمة بقرية أقصاص بمحافظة سوهاج. التقرير لزميلين محمد السيد ومحمد رفعت. من الأنشطة والفعاليات تقدمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع عدد من المديريات والمصالح الحكومية وجامعة سوهاج، وتضم قوافل طبية وتوعوية وأنشطة رياضية وتثقيفية. احنا النهارده في قرية بصولة مركز المراعاة محافظة سوهاج، استمرار الفعاليات المقدمة لمؤسسة حياة كريمة. احنا النهارده في فعالية أنت الحياة في مركز بصولة. الفعالية بتخدم جميع أهالي مركز المراعاة. يوجد العديد من الأنشطة في الفعالية. عندنا قافلة طبية بالتعاون مع جامعة سوهاج فيها جميع التخصصات. عندنا استخراج بضائع بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. عندنا ندوة تثقيفية من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. عندنا سداد ديون غارمين من مؤسسة مصر الخير. عندنا العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية بالتعاون مع مؤسسة وزارة الشباب والرياضة. استمرارا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤسسة حياة كريمة دايما مع المواطن المصري، وبنوصل لكل القرى وكل البيوت. محمد علو، طبيب مقيم قسم البطنه مستشفى سوهاج الجامعي. الحمد لله بنحرص دايما مع اسره مؤسسه حياه كريمه ان احنا دايما نكون موجودين في اغلب القرى دايما، ودايما بنحرص ان احنا نكون في قافله طبيه ونوفر كشف مجاني وعلاج بالمجان. والحمد لله النهارده يعني شغالين معانا دكاتره بطنه وجهاز هضمي وصدريه وكل التخصصات تقريبا، وان شاء الله دايما نكون متواجدين يعني، ودايما نحرص ان احنا نخدم المواطن البسيط. القافلة تقدم خدماتها للمرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وتستقبل حالات الغارمين لدراستها، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه. محمد محمد من ناحية عام، سمعت عن كشف طبي، فجيت أكشف أنا وأولادي، معايا أنا وعيالي جايين، معايا ولدي وبنتي، وجينا نكشف عليهم هنا في عند اللجنة، ومستني الكشف بعد الجمعة. وتأتي القافلة ضمن سلسلة من القوافل التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة لبناء الإنسان والوصول للقرى الأكثر احتياجاً وتلبية متطلبات المواطنين في هذه القرى. محمد رفعت، طيبة.